ونبقى في الملف الحقوقي الفلسطيني، فرغم المطالبات الحقوقية من أجل إطلاق سراح الفلسطينية سهى بدران جبارة والمعتقلة لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، ترفض الجهات الفلسطينية إطلاق سراح سهى، حيث كان آخر طلب لإخلاء سبيلها قدم قبل أيام تم رفضه من المحكمة المختصة. هذا التعنت حسب لجان حقوقية برفض إخلاء سبيل سهى جبارة يأتي وسط تدهور في الحالة الصحية لها، مضى على اعتقالها أكثر من 44 يوما أخضعت خلالها لتحقيق تعرضت فيه حسب نشطاء حقوقيين للتعذيب الجسدي والتحرش الجنسي، ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم 26 على التوالي. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كررت دعوتها للسلطة الفلسطينية بإطلاق سراح جبارة فورا. معي للحديث حول موضوع سهى جبارة الحقوقي الفلسطيني ومحامي سهى جبارة سيد مهند كراجة. سيد مهند كراجة، بداية حول وضع سهى وما فعلا إذا كانت تعرضت لتعذيب وتحرش جنسي، هل هناك أي تأكيدات من قبلكم لذلك الأمر؟ يعني بداية تحية لك ولجميع المشاهدين. سهى طبعا خلال لقائها بمحامينها، يعني أنا وزميلي الأستاذ ضافر صعايدة، وخلال لقائها بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وخلال لقائها أيضا بمنظمة العفو الدولية أمنيستي، أدلت بإفادات حول تعرضها للتعذيب منذ بداية اعتقالها في مقر اللجنة الأمنية في الأيام الأولى بالتحقيق معها واعتقالها. طبعا أعطت إفادة تم نشرها يعني من قبل منظمة العفو الدولية حول تعرض سهى للتعذيب. ما زالت سهى حاليا تحاكم أمام المحاكم الفلسطينية، ومحكمة كان آخرها محكمة الخليل، حيث لوضعها الصحي بسبب طبعا الطعام لم تحضر للمحكمة، وتم تأجيل المحكمة حتى 13/1/2019. ماذا تحاكم فيه سهى جبارة، ولماذا تتعنت السلطة بإطلاق سراحها؟ يعني تحاكم طبعا تم التحقيق معها على جمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة. هي ناشطة مجتمعية، وطبعا كانت بالبداية محكمة الصلح في أريحة ترفض إخلاء سبيلها بحجة عدم انتهاء إجراءات التحقيق، لكن التحقيقات يعني في ملفها انتهت منذ الأيام الأولى. وطبعا حاليا تم تحويل الملف التحقيقي إلى المحكمة، التي أيضا بدورها ترفض طلب إخلاء السبيل رغم لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، لحين طبعا انتهاء إجراءات كما كنا الحين إجراءات المحاكمة، تم رفض طلب إخلاء السبيل المقدم من قبلنا والذي تعهدنا فيه بتقديم الضمانات لحضور المحاكمة. طبعا وهذا مخالف نراه لضمانات المحاكمة العادلة التي يعني حيث أنه سهى حتى هذه اللحظة لم يصدر بحقها أي حكم، والمتهم بريء حتى تثبت ذلك. طيب ختاما سيد مهند كراجة، هل هناك أي جهد حقوقي حتى الآن يعني يمكن أن يدعم الجهد القانوني الذي تقومون به لتعجيل الإفراج عن سهى؟ نعم، يعني هناك تحرك واضح ومميز وجيد لمؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والمنظمات الدولية في سبيل المطالبة بالإفراج عنها، وهذا الجهد مستمر. اليوم هنا زيارة من لسهى في مستشفى أريحة بعد يعني ما تعرضت له من أو بعد إضرابها عن الطعام لمدة 26 يوم. اليوم يعني لديها زيارة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. يعني نتمنى أن كل دعوات المؤسسات الحقوقية والدولية أن تلقى إجابة من قبل المحكمة ومن قبل السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح سهى بالقريب العاجل. شكرا لك مهند كراجة محامي المعتقلة الفلسطينية سهى جبارة.